السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الآن المحاضرة على بركة الله. أنا بس بعمل شيرنج للشاشة اللي عندي لحتى تكون الأمور واضحة لأكبر عدد ممكن منكم. تمام، الآن الصوت واضح أكيد، الحمد لله إن شاء الله يعني. تمام. المحاضرة طبعا هي حتبدأ دائما على 9:30، بس اليوم كان استثناء لأنه خط الإنترنت الحمد لله أنا اليوم جددته. اليوم بالذات يعني حتى لو انا مدرك انه البعض منذ ارتباطات على الساعه 11، لذلك اللي بده يطلع على الساعه 11 اليوم بالذات ما عنده اي مشكله، لانه انا بعرف انه محاضرتنا لل 11 بس يعني، او ماكسيمم 9:30 ل 11، لذلك انا قد استمر بالشرح لل 11:30 وتسجل هذه المحاضره. فمن فاته، اي حد منكم فاته موعد المحاضره او موعد او فاته انه يحضر اخر نص ساعه تحديدا من المحاضره، فيمكن ان يعيد الاستماع اليها مره اخرى. طيب، خلينا على بركه الله اذا نبدا الان نعمل شيرنج للشاشه. وقلنا زي ما انتم شايفين هون هذه المساق اللي بين ايدينا. خلينا اليوم هذه المحاضره باعتبار الاولى في ماده نظريه الحوسبه. طبعا احنا بس بجوز هون نكون بحاجه لتغيير التاريخ ونقول انه بدل 1617 نحط هون 2020 فيرست سيمستر. طيب، الاوتلاينز لمحاضره اليوم سنتحدث قليلا عن السيلابس بتاع الماده، والسيلابس ملف موجود بين ايديكم انتم صحيح. الملف موجود، الوورد موجود على الموقع، بامكانكم انتم تنزلوه بكل سهوله. بعد ذلك سنتحدث عن لماذا ندرس نظريه الحوسبه، وهو السؤال الكلاسيكي اللي دائما احنا كنا نساله. بعدها سندخل اكثر في مفهوم الاوتوماتا ثيوري، وخصوصا انه اسم المساق تبعنا احنا Computing Theory، Computation Theory أو Computation Theory and Automata، مرات بنسميه Automata Theory. سنبدأ بمعرفة لماذا نحن نرى الأمور بهذه الطريقة، ولا تستطيع طبعا أن تفهم هذه الأمور إلا بقليل من الهيستوريكال بيرسبكتيف. نبحر شوية بالضبط ببدايات نظرية الحوسبة وكيف تشكلت مع الزمن وما الى ذلك. لم نوغل بالتاريخ قديما، لن نذهب الى يعني اكثر من 100 سنه مضت، لا، سنبدا يعني اكثر شيء بعد الثلاثينيات القرن الماضي. هذا اللي احنا راح نعمله بالهيستوريكال بيرسبكتيف، وراح يكون خفيف ان شاء الله، لن يكون ثقيلا. بعدها سنرى المفهوم، بعد ان تحدثنا عن الاوتوماتا، تحدثنا عن مفهوم الاوتوماتا. شايفين كيف هاي ال، خليني انا اعمل الفيلم. بعد ان تحدثنا عن مفهوم الاوتوماتا، بقي علينا ان نتحدث عن اللانجويج والجرامر، الثلاث مفاهيم المرتبطه ببعض. فسنذهب الى هنا يعني الى مفهومي اللانجويج والجرامر. الجزء الرابع من المحاضرة هذا اللانجويج اند جرامر، سنتحدث عن كليهما ولو بنبذة بسيطة، وسنبدأ هنا بالحديث عن عالم مشهور اللي هو تشومسكي، نعوم تشومسكي، هذا العالم المشهور اللي هذا هو تشومسكي هيراكي، اللي هذه تشومسكي هيراكي اللي بنيت على أساس هذه الثلاث مفاهيم. بنيت على اساس هذه الثلاث مفاهيم، يعني بعد ما تفهموا الاوتوماتا والعلاقه بين اللانجوج والجرامر، سنبدا بعد ذلك بالحديث عن مين؟ عن هذا تشومسكي، العالم الفذ اللي انا بقول انه اكثر من ساهم في ترتيب انجاز التعبير، يعني بلاش نقول اختراع او اكتشاف، لا، ترتيب وتهيئه ماده نظريه الحوسبه او مفهوم نظريه الحوسبه لحيز الوجود.
قد تستغربون، أنا دائما بحب أحكيها هاي العبارة، قد تستغربون أن هذا العالم ليس عالم كمبيوتر. وبالمناسبة حتى ألان تيورينج هذا مو عالم كمبيوتر، هذا عالم رياضيات، لأنه أصلا في ذلك الزمان لم يكن الكمبيوتر كعلم حديث قد تشكل بعد، تمام؟ وكذا الأمر بالنسبة لتشومسكي لما نشر أهم بحث له بال 1956-57 في هذا الموضوع اللي هو بيعبر عن تشومسكي هيراكي، الهيراكي تاعت الفورمال لانجوجز. هذا العالم تخصصه ايش؟ لغات، لانجويستكس، وهو يعتبر فيلسوف حتى، يعني فيلسوف لغه، فيلسوف اوف لانجويج، لم يكن عالم حاسوب. وهذا هذا الشيء علم الكمبيوتر كثير صحيح، هذا النمط انه يجي شخص ليس تخصص الكمبيوتر ويطور في علم الحوزه بهذا النمط متكرر كثير في عالم الكمبيوتر. وكأننا يعني ندرك ان يعني بارك الله فيه الود الرابط صحيح، شكرا له، الرقم اخره 41، بارك الله فيه صحيح. تمام. وكأننا نقول انه علم الكمبيوتر علم مالتي بيرسبكتيف، يعني ترانس بوردرز، تتجاوز فيه التخصصات حدودها لتندمج مع بعض وتشكل ابداع كبير جدا. يعني بتاريخ الجنس البشري لم يتوفر الا او توافر في هذا الاختراع العظيم اللي هو الكمبيوتر. لذلك الكمبيوتر يعتبر فعلا من اعلى ومن ارقى مبتكرات القرن العشرين نتيجه تضافر كل هذه الجهود من العلماء التي وصلت الى ما وصلت اليه. طبعا احنا ما راح نضل نحكي كلام نظري بالمناسبه، انا مدرك تماما انه الحديث النظري قد يكون مملا، قد يكون ممتعا لاول برهه، ولكن بالاستمرار بالحديث النظري ستصبح الامور غايه في الملل. لذلك سنذهب الى دائما وابدا سنذهب الى اعطاء امثله على كل ما نقول. وهذه الماده، ماده نظريه الحوسبه، بالرغم من انها نظريه، اسمها نظريه، الا انها تحفل بالامثله، كله عباره عن سول اباوت اكزامبل، اكزامبل باي اكزامبل. فمو بس امثله، كمان امثله من الواقع، زي ما انتم شايفينهم، ان رياليتي the laws of computation are not quite understood, but automata theory is a good start. لذلك نحن هنا سنبدأ دائما بالautomata theory. لذلك يعني سنبدأ بالautomata theory كجزء من الcomputation theory التي زي ما حكيت لكم تحوي في داخلها، طبعا هي بقية الأمثلة البسيطة التي سنبدأ بها محاضراتنا، أمثلة غاية البسيطة، بتصور سهل أي واحد يفهمها ويدرك المعاني التي هي موجودة فيها. حتى هذه الآلة التي ترونها أمامكم اللي بتحط فيها ريال أو ريالين لما بكون معك طفل صغير أو كذا، هذه سنرى ماذا تعني وما علاقتها بنظرية الحوزبة ومفهوم الأوتوماتا. هذا الكلام كله يدخل في حيز الأمثلة، هذا الكلام كله إيش؟ يدخل في حيز الأمثلة، لدرجة أنه سنرى أنه هناك يعني أنواع مختلفة من المشينز اللي أوتوماتا، يعني أوتوماتا يعني مشين، سنعبر عنها بمشين. سنرى بعد ذلك كيف نربط هذه المشينز بالهرمية تاعت تشومسكي. مرة ثانية نرجع لهرمية تشومسكي، هذا هو، نرجع لهرمية إيش؟ تشومسكي، related to تشومسكي هيراكي. لاحظوا تدرج هذه المشينز من الأبسط الى الاعقد، وبالتالي علاقتها بايش؟ علاقتها بتشومسكي هيراكي، وبالضبط اكثر مع الجرامر واللانجويج. لاحظوا هون، جرامر ريجولر، جرامر ريجولر لانجويج، كونتكست فري جرامر، كونتكست فري لانجويج، وهكذا دو الى ان نصل الى التايب زيرو للتورينج ماشين، يعني اللي هو الاوتر رينج اوف all the hierarchy of Chomsky.
some highlights of the course كمان راح نحكي عن بعض الأمور المتعلقة بالكورس هون أكثر سنركز عليها وسنتحدث كمان عن الأمور للpreliminaries اللي بالأوتوماتيك ثيوري ما الذي يتوجب عليك أن تفهمه لحتى تدخل بنظرية الحوسبة. صحيح سنرى أنه أنت المحاضرة اللي أو المحاضرة الماضية اللي كان فيها مقدمات ناقشنا فكرة التركيب المتقطعة والمادة تركيب البيانات أو بمعنى آخر مادة discrete math ومادة الداتا ستراكشر. قلنا لكم لا تتريب عليكم يعني ما عندكم مشكلة إذا مش ماخذين أنتم داتا ستراكشر لكن لابد من أنه كل واحد منكم يكون فهمان أو إيش أو ماخذ الديسكريت ماث لأنه هاي يعني فعلا really you have to know this أو background about discrete math because it is prerequisite لمادة نظرية الحوسبة. طبعا هاي عفوا أوكي هذه لمحة عامة عما ستكون عليه الأمور الآن إن شاء الله لمحة عامة عما ستكون عليه الأمور إن شاء الله عبد الرحمن العوفي ملاحظتك وصلت لكن يبدو أنه بجوز شوف خط النت عندك أنت كويس هذه النقطة اللي تأخذ معي الاعتبار تمام أرجو أنه تكون الأمور لحد الآن كويسة للجميع لأنه الآن أنا فرغت من أني أنا أوضح الأوتلاينز لمحاضرة اليوم سنبدأ الآن بالحديث عن التفاصيل فلذلك نرجع للسلايدات تمام أعتقد أنه تمام إن شاء الله أوكي نتمنى لكم أنه فلاحظوا يعني ركزنا على تشومسكي هيراك كثير صحيح بالأخير تمام أوكي طيب نرجع للموضوع تبعنا ونقول ما يلي لاحظوا الكتب الصحيح المتاحة بنظرية الحوسبة كثيرة جدا لكن بصراحة أنا شخصيا اخترت ثلاث كتب رئيسية هذا الكتاب تبع ميتشلز سيبسر وهو اللي أنا أرسلت لكم إياه PDF هذا الكتاب الصحيح أنا راح أعتمد عليه كثير هذا الكتاب يعني كتاب سهل وسلس والجزء أنا اللي حبيته فيه أكثر إنه مؤلفه أو أحد المدرسين اللي درسوا مساق بناء عليه عامل سلايدات جميلة جدا عامل أوكي برسل لكم سلايدات هذا اللي هو أوكي على طول أبشر الآن هذا السلايد اللي بين أدي راح أرسل لكم إياه لأنه أنا عملت عليه أبديت شوية أبديت مش أبديت لهذيك الدرجة لا يروح ديف كله بعيد لكني عملت عليه شوية أبديت فلذلك أنا راح أرسل لكم إياه باللحظة هاي سيتم إرساله لكم أوكي شير كونتنت شير فايلز أد فايلز أعتقد هو هون اوكي يعني في بعض الامور شوي اضفتها عليه يعني زي ما حكيت لكم السلايدات هذه اثبت النجاح لانه اثنين من زملائنا الافاضل الدكتور او عفوا هون مشكلة صار لازم اجيبها بالضبط من هون كوبي ايوه اثنين من زملائنا الافاضل الدكتور طارق الله يسهل عليه والدكتور اسامه درسوا المساق هذا من السلايدات انا عملته بال 2014 لذلك السلايدات يعني يعتمد عليهم لكني انا حاب احدث عليهم قليلا هاي وصلكم او ستصلكم الان ان شاء الله في طريقها لكم السلايدات اذا نعود الى هذه الفكره اذا قلنا انا كتاب ميتشل سيبسر راح اعتمد عليه كثير لماذا لانه كمان شوي حنشوف البي دي اف اللي ارسلته فيها المره الماضيه بالاضافه لانه في سلايدات جميله جدا كلها انيميشن بتعبر عن مفردات هذه المساق هذا المساق
الكتاب الثاني، الكتاب الثاني المهم اللي هو كتاب بيتر لينز. بيتر لينز مشابه في طرحه لميشيل سيبسر، وكتاب سهل كمان وسلس. سنأخذ منه أفكار كثيرة أيضا، سنأخذ منه أفكار كثيرة. اسمه، لاحظوا اسم الكتاب الأول Introduction to the Theory of Computation، كتاب بيتر لينز اسمه Formal Languages and Automata. في كتاب آخر كمان مهم جدا وحلو للي بده يبرمج، لأنه الموقع تبعهم فيه كثير مجال، فيه كثير برامج وكثير بيوضح بعض الأمور، بالإضافة لشهرة المؤلف تبعه اللي هو أولمان. أنا بعرف أولمان الأول والثاني بصراحة مش كثير، لكن أولمان مؤلف مشهور بالكمبايلر، لذلك يلك هذا الكتاب أو هو شريك في هذا الكتاب المهم الأوتوماتيك ثيوري Languages and Computation. هذول ثلاث كتب موجودات عندي صحيح، اللي بده إياهم بإمكانه يرجع لهم. وبذكر لن بالامتحانات لن نتحدث أو لن أسألكم عن الموجود في الكتاب، بالامتحانات سنتحدث عن الأمور اللي موجودة بالسلايدات بس، إلا إذا أراد أحدكم أن يقرأ أكثر أو أن يستزيد فيمكنه أن يرجع لهذه الكتب أو غيرها، مثل هذا الكتاب The Nature of Computation، كتاب كمان مهم لكنه شوي هذا لغته أصعب من سابقين كتاب جميل جدا أنا بحبه شخصيا يعني، لكنه صعب عليك شوي لأنه مليء بالأمور الفلسفية The Models of Computation and Formal Language، هذا المؤلف تبعه تايلور أعتقد اسمه غريغوري تايلور أو something like that، لكنه ما راح يعني نطرحه هون كثير لأنه شوي بجوز يكون صعب عليك، يعني أكثر الناس اللي بيأخذوه مرحلة الماجستير شوي يعني أكثر يعني من مرحلة أندر جراجويت يعني بوست جراجويت أكثر من كونه أندر جراجويت، لكنه عندي اللي حاب يطلع عليه فليكن، لأنه بطرح المساق أو بطرح موضوع نظرية الحوزة بطريقة شوي مختلفة عن سابقه، لكن بده واحد يكون عنده شوية باك جراوند أو قوية أكثر عن الحوزة. يعني الكتاب الأول هذا قلنا لكم ليش أنا راح أركز عليه، لأنه في عندنا هون لاحظوا هاي السلايدات تبعته أوكي Introduction to the Theory of Computation الطبعة الثالثة third edition إنه gain a clear understanding of even the most complex highly theoretical computational theory topics in the approachable presentation. هذا اللي أنا قصدي فيه السلايدات، هذه السلايدات أنا أرسلت لكم إياهن أوريدي قبل هيك، أرسلت لكم الرابط تبعهن وأكيد أنتم نزلتوهن، عملهن واحد اسمه مورتي في كورس، هذا الرابط تاع الكورس اللي أنا أرسلت لكم إياه، بإمكانكم ترجعوا للرابط اللي أنا أرسلته وتنزلوه. طبعا لاحظوا أغلب الأسلوب الذي يتبعه هذا الدكتور في التدريس انيميشن، لاحظوا فبيتبع اسلوب انيميشن جميل جدا، بيساهم اكثر في انكم تفهموا هذا المساق الرائع. فلما حتى يطرح موضوع الاوتوميشن بيتحدث انه فعلا في عندنا تكون سي بي يو وبروجرام ميموري بالاضافه لتمبوراري ميموري وانبوت واوتبوت، فهو بيحكي عن يعني بيستبدل هذا كله بالاوتوماتا بحيث انه فعلا بصير عندكم تخيل ايماجينيشن لما يحدث على ارض الواقع. فبالحاله هذه هذا بيزيد من او يعني العباره اللي انا حكيت قبل شوي بالاوتلاينز انه النظري الحديث النظري وحده ممل، لكن لابد من اتباعه بمجموعه كبيره من الامثله الواقعيه الحقيقيه، فهذا ما كنت اقصده صحيح بهذه السلايدات. فهذا كله راح نتحدث عنه صراحه، هذه السلايدات راح ناخذها كرديف وكمساعد لل كرديف ومساعد لمين للسلايدات اللي أنا كنت أشرح فيه قبل شوي، موجودات عندكم ولا تخافوا من وجود سلايدات أكثر، لا هون هذه السلايدات بتوضح وبالصور توضح بالصور ما الذي نعنيه بالسلايدات الأولى، ليس أكثر ولا أقل بكل بساطة. في أقصى الأحوال بيجيك عبارة عن سؤال وإجابة في أسطر واضحة للعيان أمامكم كما ترونها وما إلى ذلك. لذلك هذه كله وين جاي بكتاب ميشيل سيبسر، واضح هذا الكتاب الأول.
الكتاب الثاني، الكتاب الثاني اللي هو تبع بيتر لينز الطبعة السادسة 6th edition. The author Peter Lenz continues to offer a straightforward, uncomplicated treatment of formal languages and automata and avoids excessive mathematical detail. لاحظ يتجنب أي تفاصيل رياضية زيادة allowing أو مبالغ فيها allowing students to focus on and understand the key underlying principles. هذه ميزة كتاب بيتر لينز إنه بيقدم المادة بطريقة سهلة وسلسة ومترابطة بدون الغوص أو بدون الدخول في تفاصيل رياضية ماتماتيكس. تعرفوا مادة نظرية حوزر قائمة على أساس رياضي لأنه أصلا ألان تيورينج أصلا أوريدي يعني ماتماتيكس ساينس عالم رياضيات وله علاقة بالفيزياء يعني بجوز اللي لطف الأجواء شوي تشومسكي هذا اللي شفته قبل شوي أبو الشعر الأبيض الشايب لازال عايش لازال عقيد الحياة. طبعا الألان تيورينج توفى بال 56 بالخمسينات أعتقد بداية الخمسينات تشومسكي لازال على قيد الحياة هو يعني تشومسكي هو اللطة في الأجواء شوي ولا هي أصلا المادة طف ماتماتكس لكن اللي جعلها سهلة ونحن نقول دائما اللهم لا سهلة إلا ما جعلته لنا سهلة. طيب الكتاب الثالث صحيح قلت لكم أنه أولمان شريك فيه أولمان هذا مشهور Introduction to Automata Theory Languages and Computation. طبعا بالمناسبة أولمان إله كورس مشهور أعتقد على منصة كورسيرا بيشرح فيه عن الكمبيوتيشن وهو يعتمد على هذا الكتاب تحديدا يعتمد على هذا الكتاب إيش تحديدا The Classic Book on Formal Languages Automata Theory and Computational Complexity book كتاب كلاسيكي يعني تحدث عن نفس المفاهيم has been updated to present theoretical concepts in a concise and straightforward manner يعني حدث بطريقة سلسة وسهلة ومترابطة with increase on hands-on practical applications. لاحظوا هذا اللي بيميز هذا الكتاب انه لذلك اللي بيحبوا البرمجة واللي بيميلوا للتطبيق العملي راح يحبوا هذا الكتاب كثير لانه في كثير من الhands-on practical applications. واحببت انا بصراحة اصبح عندي توجه منذ فترة وجاي انه كثير من المواد اللي بعطيها بعلم الكمبيوتر اشوف يعني التطبيق العملي تبعها. لكن في لغة الان تعرفوا انتوا اللغة اللي لو توجهت لكم السؤال خلينا نعمل شوية حوار يعني طالما نتحدث عن نظرية الحوسبة احنا طالما نتحدث عن نظرية الحوسبة لو سألنا لطالما انه بنحكي عن why study the theory of computing لماذا او لماذا ندرس نظرية الحوسبة؟ قلنا أنه core mathematics of computer science لم تتغير منذ 40 عاما الماضية منذ أكثر من 40 عاما وكثير من التطبيقات أيضا تحديدا الكمبايلر وشفنا قبل شوي كتاب أولمان هذا مؤلف كتاب مشهور بالكمبايلر زي الكمبايلرز ولغات البرمجة بتعتمد كثير على هاي المادة في كثير من او عفوا كل اللغات البرمجيه تعتمد على هذا المساق. هاي النقطه المهمه اللي احنا لطالما احنا بنحكي عن بروجرام لانجويج فانا بتوجه لكم السؤال الان بتوجه لكم السؤال الان ولو بخمس دقائق انه ما هي لغات ما هي what is the most popular language now ما هي اللغة الأكثر عفوا ما هي اللغة الأكثر انتشارا الآن برأيكم؟ أحسنت بايثون يعني أحمد الغامدي ما ترك مجال لكم تحذروا. أحمد الشريف جافا للأمان الصحيح بدأت قوية بالتسعينيات بالألفين كانت فترة الذروة تبعتها لكن بأزاء لغات أخرى زي السي شارب اللي أخذت كثير من الجافا بدأت تفقد بريقها ولا شك إنه البايثون هي البايثون بلا منافس الآن is the most popular. Python is the most popular.
الجافا كان لها عز يعني، او لا زالت الجافا مطلوبه بالمناسبه، الجافا لا زالت لحد الان مطلوبه ولغه مهمه يعني، واستمروا في يعني اللي بيعرف جافا، احنا بالعكس احنا بندرسكم جافا 1 وجافا 2 في برمجه واحد 8 ساعات يقضيها الطالب بياخذ جافا، وهذا يعني في محله، هذا جهد وزمان في محله، لكن يعني لابد من الانتباه للغات زي البايثون. ممكن نعمل لكم محاضرة أو محاضرتين نوضح لكم علاقة الأوتوماتا، مادة الأوتوماتا مع البايثون، علاقة الأوتوماتا في البايثون تمام. ولذلك يعني ممكن إنه نعطي 2 أو 3 lectures بس عن البايثون اللي حتى نوضح لكم أكثر. فلو سألت سؤال مين بيعرف بايثون؟ Who knows Python؟ اللي بيعرف print 1 else print 0، حتى يعني نحترم وقتنا بسرعة ونمشي. طب لو سألنا سؤال آخر كمان بنفس السرعة هاي بدي إجابة. Who knows C sharp؟ لأنه إلي هدف أنا من اللي السي شارب والبايثون ستعرفونه بعد حين. Who knows C sharp؟ برضو كمان 1 للي بيعرف، 0 للي ما بيعرف. طبعا خلاص وصلت الصورة، وصلت الصورة. أنا راح أركز على اللغتين هذول كثير، راح أشرح لكم عنهن شوي من منطلق في خصوصا في الأخير لما يكون في عندنا نسأل الأدفانس توبكس، يعني خصوصا لما نسأل مفعول كومبايلر راح نشرح الفرق بين السي شارب والبايثون مع شرح لكل من اللغتين بشرح مقتضب. يعني احنا مادتنا بالنهاية مادة نظرية حوزبة لكن لها علاقة بلغات البرمجة. طبعا انا على افتراض انكم تعرفوا جافا، فهي الثلاث لغات جافا اند بايثون، جافا سي شارب وبايثون، سنتحدث عنها كثيرا. لذلك اي حد منكم بده يطبق اي تطبيق مرحب فيه هاي الثلاث لغات اللي هن الجافا والسي شارب والبايثون. فنعود الى ما دام احنا بس بشكركم على هذا التفاعل، تماما غامدي. انا بعرف ان كل جافا متقنينها، انتم 8 سنوات قضيتوها بتعلموا جافا، فيعني اكيد بتعرفوها كويس. والجافا لغه مهمه صحيح كثير، اهميه تكمن في انها يعني لها علاقه كثير من لها علاقه باوراكل، ان اوراكل شركه اوراكل اشترت جافا او استحوذت على جافا، فاصبحت هي اللغه الاولى في تطبيقات الويب باوراكل، وحتى تطبيقات اوراكل الديسكتوب يعني، وكثير من الابلكيشنز اللي باوراكل الداخلي بالبزنس انتليجنس يعني الجافا ركن اساسي فيها. برضو كمان الجافا اصبحت يعني مشهوره بعد ما جوجل تبنت نظام الاندرويد، والاندرويد تعرفوا عن طريق الجافا، لذلك لا زالت الجافا محافظه على يعني ستيبل بوبولاريتي جاز التعبير، ولكن لم تصمد امام شعبيه بايثون الجارفه. بايثون لغه بصراحه جباره، عم تنتشر بكل الابعاد يعني بالنظريه الحوسبه، لها علاقه انه لما في 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 بالناتشرال لانجويج بروسيسنج كمان شوي يعني لما لاحظوا امبورتنت. لاحظوا خلينا نكمل استرسال الحديث عن اللغات بعد ان نتحدث ايضا عن الفائده الثالثه لدراسه نظريه الحوسبه، انه امبورتنت تو بي ايبل تو ريكوجنايز ان كومبيوتابل اند انتراكتابل بروبلمز. هنا انت بنظريه الحوسبه وخصوصا زي ما شفتوا انتم قبل شوي نظريه او هرميه تشومسكي، شفتوا انه زي واحد برمي حجر في بركه وتبدا الامواج بالتدافع بهذه الطريقه. طبعا لاحظوا الفرق بين موجي والثاني، هذا الفارق هو يعني ديفرنس بين انر اند اوتر ليفل اوف كومبيتيشن، الى ان تصل الى الـ الى الـ الى الـ
للاوتر ليفل ذا موست يعني اوتست ليفل اللي هو التورينج ماشين عندها تبدا بمساله التراكتابيليتي انه يا عمي هل البروبلم هذه اللي بيننا هل هي قابل للحوسبه ام غير قابل للحوسبه حتى ما اضيع وقتي لانه اذا مش قابل للحوسبه ارميها على الجنب او اعرضها على ناس يعني متخصصين في هذا الموضوع ما ابلش فيها انا. فهذه نقطه مهمه جدا جدا في نظريه الحوسبه لها علاقه بمساله مهمه بالرياضيات طرحها عالم رياضيات كبير جدا اللي هو هيلبرت بدايات القرن العشرين 1900 وشيء طرح تقريبا مجموعه مسائل لا زالت بعض من يعني حل جزءا من هذه المسائل هاي من المسائل المهمه والخطيره اللي طرحها هذا هيلبرت واذا بتحبوا بحكي لكم محاضره منفصله عنه اللي هي مساله الديسابيليتي قبل ان يخترع الكمبيوتر قبل ان ياتي هذا ألان تيورينج وحتى الالماني هذا كونراد شوزن ويعملوا بالمناسبه على فكره يعني على سيره ألان تيورينج في قصه اللي معي انا مع كونراد شوزن ساتحدث لكم بعد قليل لما نيجي لألان تيورينج. المهم انه هون فائده هذه الماده انها الرياضيات الصارمه اللي فيها او الطف او الريجور ماثماتكس اللي فيها بيساعدك لانك انت تفصل بين ما يمكن حوسبته وما لا يمكن حوسبته. هذا راح تدركوه اكثر مو الان هذا راح تدركوه اكثر مع الوقت يعني لما تاخذوا تشومسكي هيراكي ولما تصلوا بالماده هذه لاخر فصل فيها. وبصراحه القضيه هاي بيعالجها كثير هذا الكتاب يعني هذا هو هذا الكتاب تبع غريغوري هذا كتاب بيعالج القضيه هاي كثير صحيح غريغوري تايلور بيعالج هاي النقطه. ولذلك ما راح اطالبكم فيها لكن لمن اراد ان يقرا في هذا الموضوع بامكانه يرجع لهذا الكتاب الجميل شوي اصعب من غيره للامانه يعني. فنرجع لموضوعنا هذه النقطه الثالثه important to be able to recognize uncomputable and intractable problems. شو معنى تراكتبل؟ تراكتبل يعني قابل للطرد قابل للعمل انتراكتبل غير قابل للعمل يعني لا تغلب حالك فيها وحط على جنب لانه هاي غير محوسبه. اخر سبب و very important صحيح need to know this in order to be a computer scientist يجب ان تعرف هذا لحتى تكون انت فعلا يعني طالب خريج حاسب علم حاسب انت التخصص تبعك اصلا اسمه علم حاسب مو مبرمج. احنا ما بنعلمكم احنا بنعلمكم صح تطلعوا مبرمجين مطورين محللين نظم ان شاء الله مستقبل زاهر صحيح لكن ليس هذه الامور ببساطه. انتم تدرسوا هذه المواد ايها الطلاب من الاعزاء لحتى تكون علماء كمبيوتر او لحتى تحملوا شهاده في علم الكمبيوتر كمبيوتر ساينس باتشلر ديجري اوف كمبيوتر ساينس مما يؤهلك انك تكون عالم كمبيوتر وتكمل دراساتك العليا مثلا اذا احببت او تكون مبرمج او مطور او محلل او اي شيء يعني يعتمد على كل هذه المفاهيم التي ذكرناها. هاي اربعه اسباب لدراسه نظريه الحوسبه. انا بدي اضيف سبب خامس هاي من عندي يعني وكثير من العلماء بيتفقوا معي بهذا الموضوع اللي هو فور فن. لو ايش فور فن فور فن فعلا المادة هذه ممتعة صدقوني او صدق او لا تصدق المادة هاي ايش ممتعة جدا لانه بتحتوي على كثير من الامور اللي بتساهم في او بتساهم في تطوير المهارات العقلية لإلك يعني تركات يعني اشبه بانها ايش تركات. انا زي ما حكيت لكم احمد الغامدي انا لطالما الساعة قاربت صارت 11 فأنا اللي بده يطلع يطلع الآن بإمكانه يتابع هذه المساق أو إذا بتحبوا متابع المرة الجاية مش مشكلة لكني أنا راح استمر في الشرح. ممكن هاي المحاضرة أحطها على اليوتيوب ممكن تنشوف حتى تتابعوها أكثر. طيب إذا ما دام إنه رغبتكم لو سألنا سؤال هاو يعني students can continue until
11 ونص. وان اذا بتقدر طيب زيرو اذا ما بتقدر. اذا حابين نكمل المحاضره الجايه اللي هو بعد الغد. طيب ما دام هاي رغبه الجميع اذا ننهي المحاضره بهذا الوجه الباسم اللي رسمناه قبل قليل، ونلتقي بكم ان شاء الله بعد الغد. نلتقي بكم ان شاء الله بعد الغد ونكتفي بهذا القدر. وكل من لم يحضر هذه المحاضرة بإمكانه أنه يحضرها بوركتم. أنا بالعكس أنا معاكم تماما. إذا بنكمل الأربعاء زي ما حكيت لكم، الأربعاء الأربعاء إن شاء الله على 9:30 دائما. الأربعاء إن شاء الله 9:30 بالضبط موعد محاضرتنا المعتاد إلين 11 إلى 11. بوركتم جميعا والله يعطيكم ألف عافية.